ايه ده يا جدعان، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده عايز اكلمكم على اول فيديو للرجوع ليا على اليوتيوب تاني بعد توقف تقريبا دام الى 6 شهور. وان شاء الله في فيديو يعني عايز اقول لكم ايه سبب التوقف المفاجئ ده، وايه رتمنا اللي هيحصل المره الجايه، يعني الفيديوهات هتبقى عامله ازاي، هنزل فيديوهات كل قد ايه. جاي اكلمكم النهارده ان شاء الله عن كل الكلام ده. وطبعا اظن باين على شعري يعني ايه اللي حصل، انا خلاص مفيش شعري تاني زي ما انت شايف. يعني انا دخلت الجيش وجاي اكلمكم من امتى لامتى. وطبعا سبب التوقف المفاجئ اللي حصل لي ده ان انا دخلت الجيش. انا دخلت الجيش من شهر 10 اللي فات، اللي هو تاريخ تقريبا بدايه فيفا 22. دخلت مركز تدريب في نص شهر 10 وخلصت مركز تدريب في نص شهر 11. دخلت على وحدتي في نص شهر 11 برضو وبدأت خدمتي من هناك. وان شاء الله يعني خدمتي هتخلص يوم يعني اخر شهر 11 الجاي ده، فاقول يعني على بداية فيفا 23 ان شاء الله هكون خلصت خدمة. انا اجازت اليومين دول بتبقى عاملة حوالي كل 10-12 يوم كده، بنزل تقريبا في حدود الاسبوع اجازة، فبرضو الاجازة مش وحشة. فهيبقى في ظرف الاسبوع اللي احنا ننزله ده هعمل من فيديو الاثنين ان شاء الله اللي ربنا يقدرنا عليه يعني، فهيكون في الرينج ده من فيديو الاثنين ان شاء الله. ويعني ان شاء الله اتمنى ان انا اعرف ان انا البي احتياجات كله، وهنزل فيديوهات برضو بكات، هنزل فيديوهات عادي لعب عادي، هنزل برضو شير بلاي هيحصل ان شاء الله قريب جدا. طبعا اظن باين على شعري يعني الجيش، يعني خلاص انا شعري ده انا كده شعري طويل. انا كده اساسا هم بيقولوا لي والله ما بهزر، هم بيقولوا لي روح احلق شعرك، هم كده انا كده شعري طويل يعني. واضح على شكل. فان شاء الله جاي اكلمكم دلوقتي على اخر احداث اللي حصل للفريق، وان شاء الله هكلمكم برضو على اللي هيحصل فيديوهات الجايه. انا حاليا دلوقتي بسجل برضو فيديو فتح باكات، تقريبا كل انواع الباكات هتتفتح، وهفتح 2 بلير ايكون بيك. فان شاء الله في فيديو حلو بعد الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي بيومين ثلاثه بالكتير هينزل. وما تنساش برضو ان السيزون هيخلص بكره تقريبا، وهاخد باكات السيزون وباكات الرايفلز العاديه، انا في الاليت كده كده، فتبقى باكات حلوه ومحترمه هضيفهم برضو للفيديو. ولو في حدث جديد هينزل او تسريب حصل وهكذا هنزل، حتى لو فيديو قصير هيبقى 3 دقايق 5 دقايق بالكتير، فيديو قصير بكلمك على اللي فيه. وكده كده على تويتر انا بنزل كل حاجه فوري، يعني لو بيحصل حاجه بنزل على تويتر فوري، فيظهر تويتر تحت اسمي على طول. فتويتر ده انا بنزل عليه كل حاجه فوري. يعني احداث حصلت للفريق بقى يا جدعان انا عايز اكلمكم عليها دلوقتي. الفريق اللي قدامك ده ما فيهوش غير لاعبين فقط هما التريد، واللاعبين دول هيبقوا مارشال ومبابي. الاثنين دول طبعا لا يعلى عليهم خالص، طبعا بالذات مبابي. وطبعا مارشال كده كده كارت خرافي لو انت عايز سترايكر كلاسيكي جدا، بالذات ان هو 5 ويك فوت، فده حلو جدا بيوقفوا سترايكر هو ومبابي هما الاثنين. فكارت زي ده بصراحه خرافي ولازم تجربه لو انت عايز سترايكر بصراحه حلو وبيلعب برجلين الاثنين، تقيل ناشف، مش تقيل ان هو ما بيلفش، لا بالعكس مارشال بيلف جدا وبيشوت من كل حته حرفيا، وبحس ان الشوتينج اساسا بالحقيقه اكتر بكتير من المكتوب عليه. وطبعا يعني نيمار اس بي سي كانت عندك دلوقتي طلع لي من تاني محاوله ليا من الابجريد بتاع ريد بيكس اللي هو ال 11 لاعب، جالي من تاني محاوله وجالي وهو طازه، يعني الاسبوع اللي هو كانتي موجود في التيم اوف ذا ويك انا كنت اجازه. المهم ان انا لعبت الفوت شامبيون ما جاليش كانتي، رحت الوحده بتاعتي فتحت من الابلكيشن بتاعي من الويب اب، فتحت وحطيت ال 11 ريد اللي معايا، بفتحها اول اختيار انزل الخاره، وثالث اختيار كان مش باين اساسا مين ده، فضل يحمل كتير لحد ما لقيته بالصدفه كانتي. فيعني كانتي كان جاي لي طازه بصراحه فالحمد لله جدا، وبست جالي من ميد ايكون عادي. وطبعا ماجنن يعني اقول لك ايه، جالي من البكايه اللي هي الوينتر ابجريد اللي هي الوينتر وايلد كارد دي اللي هو ال 70 رايفل، وسيو لسه جاي لي الاسبوع ده. يعني انا نزلت اجازه يوم الاثنين لقيت فاضل في الفوتشا من 12 ساعه، لعبت 4 ماتشات كسبتهم وخسرت نفسي باقي الماتشات، جالي بكتين 4 اختيارات، بكتين اول بكايه خالص جالي هرنانديز، ثاني بكايه جالي روم اللي تحت اللي جنب بنيدر ده، فيعني خرافة. الاثنين عموما حلوين، الاثنين ليفت باك بس الاثنين حلوين جدا، وبالذات ان انا بلعب بليتش فبلينك مع سترونج لينك مع ليتش، روم وليتش الاثنين حلوين جدا عموما، وقف لهم نوير ساعات كحارس يعني، ده برضو خط دفاع حلو جدا معايا. ولاول مره في التاريخ دياز او يجي لي لاعبين تيم اوف زوي، يا تيم اوف زي تيم اوف زوي تيم اوف زي، لاعبين من نفس السنه تيم اوف زير والاثنين انتريدبل، عمرها ما حصلت لي في حياتي من فيفا 14. بس السنه دي انا كنت فاتح ما لا يقل عن 1500 ترقيه، منهم حوالي 500 ثلاث لعيبه اللي هي الثلاث لعيبه ريرو، يعني 12 لاعب ثلاث لعيبه رير. عمرها ما حصلت لي في التاريخ ان انا يطلع لي لاعبين من نفس التيم اوف زير والاثنين انتريدبل والاثنين دوري انجليزي، الاثنين حلوين يعني ما جاليش حارس. فجالي دياز من باكا مش ترقيه اصلا، يعني انا كنت لعبت في فوت شامبيون جالي مش فاكر فوت شامبيون بصراحه الرايفل، بس جالي التيميت باك، لا دي كانت من الاوبجكتيف، جالي التيميت باك انتريدبل بفتحها وكنت قمت، يعني حرفيا فتحتها وقمت لان كنت فاتح قبلها بتاع 3 التيميت باك ولا واحده بورد، فضايقت يعني انا كنت كانوا بورد يعني، بس اللي هو ايه اللي هو 84 83. جالي اخر واحده كمان كان تيجو سيلفا، ده لما اتعظمه هو الوحيد اللي بعده بقى في الباكيه كان 80 ولا 81 ريتنج، فكنت متضايق جدا. فتحت الباكيه اللي بعدها الباكه اللي بعدها اللي هي الالتيميت، قمت رجعت لقيت دياز قدامي في الشاشه، انا ما كنتش مصدق
والله العظيم ما كنتش مصدق، وخلاص فرحت وكل حاجه، وكان باقي لي حوالي 200 ترقيه، وكنت متضايق لان انا في ال 1500 دول انا ما بجيليش حاجه، يعني حتى لو جالي ووك اوت ايوه ها، يعني انا كنت دافع فلوس على الحاجات دي بصراحه. فاللي حصل ان انا دياز جالي من الالتيميت باك زي ما قلت لك، والحدث الاكبر دياز كده معلوش كلام ان هو تقريبا من احسن السنتر باكس في الجيم، ولو اسرع من كده شويه كان هيبقى ما ينفعش قارنه بحد مدافع. طبعا اللي احسن من كل ده جورجينيا. جالي ازاي بقى؟ ده اغرب طريقه ممكن تشوفها في حياتك. انا خلصت باكات كلها مش ترقيه، وخلصت باكات الترقيه كلها، بقى معايا حوالي كام لاعب كده، قمت عامل بيهم ترقيه ثلاث لعيبه منهم واحد ريل. حصل وفتحتها واستغربت، انا حرفيا فاتحها وانا ماسك الموبايل فانا مش مستوعب، ففتحتها يعني وانا بص في الموبايل لقيت قدامي تيمو الظهير. انا ما صدقتش بقى ساعتها لان انا ما كنتش فاكر ان انا عملتها دي دوري انجليزي ولا دوري فرنسي، فبلعب في الموبايل فلقيته ايه ظهر قدامي ايطاليا يعني تيمو الظهير وايطالي. قلت عادي خلاص دوناروما دوناروما، وانا اسامي يعني معيش حد خالص من باريس فمش هعرف العب دوناروما عموما. قلت خلاص دوناروما دوناروما حلو. للحظه انا لقيته سنتر ميد، يعني انا ما كنتش عارف احتفل ازاي ولا اعمل ايه، يعني انا دلوقتي بقى معايا اتنين من الدوري الانجليزي، الاتنين بيتلعب بيهم حلو جدا، ومش بس كده جورجينيا يا جدعان فعلا حلو جدا، يعني جورجينيا مفيش حاجه ما بيعملهاش. فبص على الباسنج بتاعه عامل ازاي، بص على الدريبل بتاعه عامل ازاي، باسنج يا جدعان مفيش، حتى لو بشماله مفيش مكان اللاعب بيبقى فيه الكره ما بتوصلوش. فعلا جورجينيو خرافي، يعني تحسه هاك اساسا في موضوع الباسنج ده بالذات، خرافي ما بيتعبش، بيدافع بيهجم بيشوت من بعيد بيشوت من جوه بيفنش شوت بار كيرف اللي انت عايزه جورجينيو معاك. فعلا من اقرب الكروت اللي لعبت بيها في حياتي، كار كل المراكز مع انه ميديم ميديم، بس انا بحس انه هو واقف في كل المراكز فعلا تمركزه صح، 4-4 فينفع تلعبه في اي حته، سترايكر مدافع جناح، بس هو احسن مكان ليه اكيد سنتر ميد او سي دي ام عموما، وتسيبه يتقدم بيبقى احسن ليه بكتير. زي ما انت شايف الفريق تقريبا كله حلو بصراحه، فيعني كده في الفتره اللي انا كنت موقف فيها فيديوهات انا كنت بلعب على طول، يعني كده كده كنت كل فوتشامين ليا لما بنزل اجازه كان على لازم بلعب فوتشامين واحد، وساعات يعني بيصادفني الحظ ان انا بلحق اتنين فوتشامين ورا بعض، فدي بتبقى حلوه جدا بالنسبه لي عموما. فده كان اول فيديو ليا يا جدعان للرجوع، انا بتاسف جدا وبعتذر لكم ان انا توقفت مره واحده كده، بس انا كتبت على تويتر عموما قبل ما اوقف فيديوهات خالص ان انا داخل الجيش، فده هيأثر على نزول الفيديوهات، بس انا وقفتها خالص لان فعلا الفتره الاولى في الجيش كانت صعبه جدا بالنسبه لي، عقبال ما تأقلمت على الموضوع وعرفت اجازتي تبقى عامله ازاي حبيت ان انا اجي اكلمه. فزي ما قلنا هحاول ان انا كل اجازه ليا هنزل من فيديو الاثنين ان شاء الله، وهحاول ان انا ببقى ممكن اسجل فيديو ثالث احوشه لحد ما انزل مثلا وانا في الجيش، احاول انزل لكم فيديو الثالث في النص هشوف الدنيا تمشي ازاي. بس اول حاجه واهم حاجه طبعا يا جدعان دعموه، انا في الرجوع ده يا جدعان فعلا هتلاقي الفيديوهات بتاعتي ما بتوصلش لكل الناس، فعايز لايكات طب عايز كومنتات طب عايز شير، لان فيديوهاتي مش هتكون بتوصل لكل الناس زي الاول، فهتلاقي يا دوبك كام واحد بس اللي جالهم الفيديوهات اللي هم كانوا متابعيني في الاول حلو بصراحه يعني، وبشكركم جدا لحاجه زي كده. فاتمنى ان انتم تحاولوا تساعدوني بالذات في الفتره الاولى للرجوع ليا على اليوتيوب. لو حد عنده اي سؤال في موضوع السوق في موضوع يعني السوق الماركت عموما اللعيبه، لو انت عايز تاخد راي في لاعب معين كل حاجة ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتات، او تتابعني على تويتر اللي هيظهر تحت قدام ده، لان احنا بنتكلم على تويتر على كل حاجة حرفيا على كل حاجة، حتى ماتشات العادية الشامبيونز ليج الحاجات دي كلها، فالتويتر بيبقى اسهل حاجة ان انا اتواصل معاكوا عليه، فهتلاقيه برضو لسه تحت اسمي يعني. فلو انت حابب لو عندك تويتر اصلا وحابب ان انت تشاركنا يا ريت. بس يا جدعان اتمنى ان انتوا يكون عجبكم الفيديو الاول، وطبعا استنوا في خلال يومين ثلاثة بالكتير قوي فيديو فتح بكات خرافي، وهيبقى فيه اتنين بلاير ايكون بيك ان شاء الله هيعجبوكوا، يعني ميدو برايم يعني. هنشوف ان شاء الله البكات تبقى حلوه، واتمنى ان انا اطلع لي مومنتس لان انا كنت وانا في الجيش ما حصل اللي هو الناس جالها مومنتس، فاتمنى ان ده حاجه تحصل. اما نشوف بس خلاص هم المفروض حلوها يعني. بس يا جدعان اشوفكم في فيديو جديد وسلام.